كما تابعتوا معنا اليوم هذه محطه تنظيميه اولى بعد سحب عضويه المنظمه الديمقراطيه النقل اللوجستيك من المركزيه النقابيه للمنظمه الديمقراطيه. شوف هذه الخطوه كتجي في اطار تاسيس المكتب المحلي للمنظمه الديمقراطيه لمهني وسائقي سياره الاجره الصيف الثاني بالرباط، نظرا لان مدينه الانوار لابد ان اليوم تكون ممثله وكلها مكتب نقابي يعني يمثل السائقين المهنيين، لان انتظارات ديال المهنيين في هذه المدينه انتظارات كبيره وكبيره جدا. واليوم الحمد لله كيف ما شفتوا في احترام تام لكل التدابير الوقائيه والاحترازيه وكذلك لكل يعني القرارات الصادره على السلطات العموميه في شان التجمعات العامه، نحن احترمنا يعني الحضور ان الحضور يكون مقلص. المهني اليوم ناقشوا مجموعه المشاكل التنظيميه وكذلك وضحنا لهم مجموعه ديال الامور، وكان كذلك يعني الانتخاب مكتب محلي للمنظمه الديمقراطيه لمهني وسائقي سياره الاجره الصنف الثاني اللي اختار المكتب النقابي ديالو اللي غادي يمثل هاد المهنيين داخل مدينه الانوار. يعني اليوم كان لابد اننا نجدد الدماء، لان هذه الديناميه سننخرطوا فيها على الصعيد الوطني، لان ماشي سهل ان تكون عندك يعني واحد المجموعه ديال المكاتب النقابيه في قطاع النقل وتسحب عضويتك من مركزيه نقابيه وتشتغل في اطار مستقل في استقراريه كاملة للقرار المهني. خاص لابد من واحد الدينامية تنظيمية، بديناها اليوم من مدينة الرباط على أساس أننا إن شاء الله الرحمن الرحيم كاين مخطط ديال الأمانة العامة قبل شهر رمضان أننا نكونوا جددنا كل المكاتب النقابية في كل قطعات النقل ولائمنا بعض المكاتب اللي هي أصلا خاصة غير الملائمة في إطار قانون أساسي معدل وفي قطار تزكية أخرى، لأن السيرورة والعمل النقابي هو موقفش رغم أن كانت هناك مجموعة ديال المراسلات صادرة على المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية الشغل، ولكن هادشي ما منعش أن الاستمرارية ديال العمل النضالي والعمل التنظيمي ديال كل القواعد كل الأجهزة الوطنية هي استمرت كتشتغل، ولكن اليوم دينامية جديدة خطة تواصلية جديدة غنبنيوها على عدة محاور أساسية، أننا يكون القرب يكون التواصل بكل وسائل التواصل. اليوم الحمد لله كاين تواصل عن بعد، كاين التواصل الحضوري، كاين مجموعة الملفات اللي هي مطروحة خصوصا علينا احنا كنقابة أننا خصنا نترافعوا عليها مع الحكومة الحالية، كاين كذلك مجموعة ديال الأمور اللي هي كتهم الشأن الاجتماعي والثقافي وكذلك الرياضي ديال المهنيين، لأن من خلال تأسيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمهني النقل اللي غتعنى يعني في بهاد الشؤون ديال هاد السائقين المهنيين ديال الشغيله وديال مهنيه النقل، لان كيف ما كتعرفوا كيعرف الراي العام الوطني والمهنيين منذ سنوات ان هاد المهنيين يعني يتخبطون في مشاكل كبيره وكبيره جدا، كاين مشاكل مهنيه ومشاكل اجتماعيه ومشاكل اخرى اقتصاديه، وكيحنا نحن داخل الامانه العامه واعون اننا لابد ان نلعبوا الدور الرئيسي ديالنا اننا نترافعوا على القضايا ديال كل القضايا ديال السائقين المهنيين ديال الشغيله ديال النقل.